السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع الذكاء الصناعي مفتوح المصدر اسمه فالكون LLM، اختصار لارج لانجويج موديل، حاجة عاملة كده زي شات جي بي تي. الموديل بتاعه قوي، بيتم تطويره بشكل كويس جدا. الجميل فيه واللي خلانا نركز عليه ان هو من الامارات، والجميل ان هو اوبن سورس، هتقدر ان انت تستخدمه، متاح لاغراض البحث والاستخدام التجاري. هتيجي هنا منيو، هتلاقي الملفات بتاعته فورفيو وفالكون فورتي بي اوبن سورس والابحاث والاخبار اللي اتكلمت عن المشروع دوت. فانا اتمنى التوفيق للجميع.